من المفترض ان احنا معانا دلوقتي ايه؟ راوتر سيسكو 1800. هتقول لي ايه الارقام يعني ايه 1800؟ ده السيريز بتاعته زي بالظبط ما يقول لك كارت شاشه 7900 جي اف اكس مثلا، انفيديا جي فورس مثلا 7900 6200، ده السيريز بتاعته. ارقام الراوترات وموديلاتها ما انتش ايه؟ مش قصتك دلوقتي يعني، مش تبقى انت ايه مطالب بيها. الراوتر من ورا بقى ظهره عامل بالمنظر ده كده ماشي، بحيث ان انتوا شايفين قدامنا في الفيديو. ده الظهر بتاعه، الوش بتاعه زي ما انت شايف ما فيش اي حاجه، مش عايزين ناخد منه حاجه غير الموديل بتاعه. من ورا بيركب عندي حاجه اسمها موديولز، صح؟ موديولز يعني الكروت، مش قلنا في عندي حاجه اسمها سلوتس في جهاز الكمبيوتر؟ نفس القصه عندي هنا ايه؟ سلوتس اهي، تمام؟ سلوتس لو تلاحظ ان هي ايه؟ بلاجابل، صح؟ اقدر افك فيها، لو عملت ده كده اهون كده تقدر ايه؟ افكه، اقدر اشيله ايه؟ في ايديا واروح اشتري غيره لو انا عايز اركب موديول. طبعا بقوم اركب مكانه كده اهون، تبدا ايه تربط. طبعا ما تقدرش تشيل او تحط واحد والراوتر شغال، زي بالظبط ما تقدرش تشيل هارد ديسك او رام وانا ايه وانا جاي شغال. هو ينفع بس تبدا تعمل لك ايه مشاكل، خلاص. طيب إيه، انا لما اجي اقول ان البورت ده رقمه كام ولا رقم الميديول كام او صح، الارقام اللي انت قاعد تقول لي عليها دي، رقم الميديول بيبقى مكتوب على الراوتر نفسه ورقم كل بورت في الميديول مكتوب عليه. يعني لو جينا بصينا على الاولاني ده هون مكتوب سلوت واحد، ركز كده، سلوت ايه واحد، وهنا سلوت صفر، صح كده؟ طب ده في بورتين مظبوط كده؟ البورت ده ايه؟ بص رقمه كده، سيريال واحد، سيريال واحد ده سيريال صفر، يبقى لو عايز انده على دول هنده هقول له ايه؟ سيريال زيرو، زيرو على زيرو، اه زيرو على زيرو. ده سلوت ايه؟ واحد، واحد على زيرو، صح؟ لو جينا قلنا كده اهوت، ده بحس انكم ايه شايفينه كده اهو، السلوت اعتقد كده جت هي وايه؟ والبورت بتاعنا ماشي، يبقى رقم السلوت ورقم البورت لو تلاحظ اهو كده، سلوت فوق ورقم كل سيريال مكتوب على ايه؟ البورت بتاعها، وده سلوت زيرو، ومفيش الا ده سلوت زيرو على زيرو، صح كده؟ وعندي فاست ايثرنت لو تلاحظ دول هم الار جي 45 المعتادين بتوعنا. ار جي ايه؟ 45، يبقى انا كده ايه؟ مفترض ان انا بعرفهم، هتلاقيهم مكتوبين عليهم 0 على 0 و0 على 1، يبقى 0 على 0 اهمت و0 على ايه؟ على 1، يبقى الدنيا ايه؟ واضحه فيهم، خلاص؟ طيب يبقى انا كده عرفت ازاي لما ببص على ظهر الراوتر بتاعي كده اهوت، يبقى مكتوب في ايه؟ البورتس بتاعتي كلها، وابدا اعمل الكونفجريشن بتاعتي. وانا يعني خلاص انا عرفت الكابل بتاعي مثلا ركبته في البورت ده، يبقى لما انده هنده على مين؟ على البورت ده، صح؟ فهمتوا القصه ديت يعني؟ طيب ايه التاني؟ دي جزئيه الفلاش اهي، ده الفلاش اهوت لو تلاحظوا، ده الفلاش ماشي، ده فلاش اهوت كده، دي اسمها ريموفبل فلاش، دي 32 ميجا، واقوم مركبها تاني. طبعا دي فلاش ايه؟ بلاجابل، ذاتس ات. طبعا لو انا فكيته جواه رام وبروسيسور عشان ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه، صح؟ هنعرف دلوقتي جاي القصه بتاعته كمان شويه. هل في مشكله الكلام ده يا جماعه؟ وانا عرفت يعني ايه انترفيسز؟ طبعا احنا كنا بنتكلم عن الفاست ايثر نت، في عندي السيريال وفي طبعا سرعات كتير، لما قلت لك بالسرعه لو الراوتر البورتس اللي فيه ورا ايثر نت، يبقى هند عليه اقول له ايه؟ ايثر نت وبعد كده رقمه، صح؟ تبع المديول اللي انا ايه؟ مركبه، خلاص؟ كل ما بتعلى طبعا في الكونفجريشن او كل ما بتعلى في المستوى بتاعك تبدا تاخد سرعات اعلى، ماشي؟ طيب حد عنده سؤال في الراوتر كومبوننت؟ يعني دي الكومند بتاعت البورت اللي انت لما اجي اخش على البورت واخش عليه كده، بس انا كان هدفي من ده كله انا اعرفك دي بس. يعني ايه يعني ايه مديول نمبر ويعني ايه بورت نمبر؟ يعني انترفيس سلاش مثلا فاست اسمبت ولا انترفيس فاست اسمبت رقم سلاش رقم. يعني في سبيس بينهم ولا لسه هنتكلم في الكومندات بقى دلوقتي، تمام؟ يعني لسه ما خدتش بالي الكومندات خالص ولا عرفت ازاي هتبقى ايه؟ هي ايه سلاش بورت؟ بص دلوقتي انا جهاز الكمبيوتر عندي اهو ماشي، راكب عندي اداه سلوت وصلت وصلت، ده الموازن ده على البورت، اول رقم رقم المديول والرقم الثاني رقم البورت في المديول، تمام خلاص كده؟ طب حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ طب امسح، طب فين البتاع؟
يبقى احنا كده دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ عن الراوتر كومبوننتس كلها صح؟ مكونات مين؟ الراوتر بتاعي. هل حد عنده فيها جزئيه لحد ما مشوشه شويه؟ يبقى الموضوع ايه؟ سمبل وبسيط. احنا ما ناخدوش ايه؟ بكعبه. طب هاو تو اكسس الراوتر؟ يعني ايه هاو تو اكسس الراوتر؟ ان انا ازاي ادخل على الراوتر؟ انت دلوقتي قلت لي اديتني شويه حديد صح؟ شويه حديد اهو، اعمل لهم كونفجريشن ازاي؟ المفروض اديهم انت قلت لي دي اي بي ادرس ومش عارف ايه الكلام ده صح؟ وهتجيب لي اي بي ادرس ونبدا نعمل كونفجريشن وتشغل الراوتر ده حاجه اسمها بروتوكولات. مش القصه اللي بقى نقول فيها. طب هعمل له كونفجريشن ازاي؟ يعني هدخل له ازاي؟ اوصله الاول. اوصله بايه؟ الكابل. ايه الكابل؟ مش الراوتر اهو، هجيب كابل ايه واوصله من ورا وفين في جهاز الكمبيوتر؟ ده باور اهو. ماشي خلاص شغال. كابل باور خلاص مكنش اشتغل باور، اشتغل باور نور والدنيا اشتغلت اكيد يعني ما فيش. طيب بصوا يا جماعه، طرق الكونفجريشن للراوتر اثنين. اول طريقه اسمها كونسول او تلنت. كونسول او ايه؟ او تلنت. خلاص يعني ايه كونسول؟ يعني ايه تلنت؟ كونسول دوت ان انا هعمل كونفجريشن للديفايس فيزيكالي. يعني ايه؟ اقوم جايب الراوتر بتاعي جايب فيه كابل كده ار جي 45 بيخش في الجهاز من ورا خلاص، وبيخش في الطرف الثاني في بورت اسمه سيريال في جهاز الكمبيوتر. الكابل دوت مخصص للكونفجريشن بس، وهو الكابل اللي احنا شايفينه ده. يعني ده كابل ايه؟ كابل سيريال بيبقى لونه ازرق كده او كده لبني دون. ماشي مش المنظر دون. إيه لو تلاحظ ان البورد ده كده ايه؟ سيريال صح؟ والطرف الثاني ده كده ايه؟ 45 صح؟ ده بيخش فين؟ في جهاز في الراوتر من ورا. هتلاقي بورت اسمه كونسول اهو. بورت اسمه ايه؟ بورت اسمه كونسول. هنا ده مكتوب عليه كونسول عندي صح؟ وهو عامل له كده اهو. لاحظ ان هي اسمها ايه؟ كونسول. تلاقيه بالمزرق انا كده وعامل له كونسول اهو. ها؟ اللي تحته اكزيلري. اللي فيه كابل اكزيلري اصلا، بس الاكزيلري ده ما عادش مستخدم. الراوتر الجاي ما عادش بنزل فيها اكزيلري اصلا. ماشي؟ ايه؟ اه للمانجمنت بره. خلاص؟ طب والطرف الثاني بتاع الكابل دون السيريال دون يدخل فين؟ في جهاز الكمبيوتر في بورت اسمه السيريال. هتلاقي في فتحه في جهاز الكمبيوتر من ورا شبه دي. ماشي؟ تحت الكيبورد كده. طيب لا مش بتاع الشاشه. تحت شبه بتاع الشاشه. ايوه ماشي كده. ايه؟ 9 بن. لا مش 9 بن. 2 4 6 8 9 صح 9 بن 9 بن. ايه؟ السيريال 9 بالظبط. اوكي انا مش متذكر البنز بتاعته. ماشي؟ بتفرق ايه؟ بتفرق 025 اصل ماشي اصل في سيرتيفايد في 35 هناخده ان شاء الله في سيرتيفايد. الكونسول بتاعي خلاص فهمنا نستخدمه ازاي؟ يبقى عشان ادخل له الكونفجريشن بدخل من بورت الكونسول بس فيزيكال، يعني البورت دوت مش مستخدم غير لكده. ماشي؟ فهمنا الجزئيه دي؟ طب بقى يعني اوكي انا وصلت الكلام ده وفتحت باور ووصلته لجهاز الكمبيوتر، ادخل فين عشان اعمل الكونفجريشن؟ صح؟ انت في ديسك توب صح كده؟ انا وصلت الكابلات. كوماند ايه بقى؟ ادخل ايه يعني؟ قول لي اعمل ايه؟ حد متخيل كده اعمل ايه؟ في ويب بيج بدخل عليها ولا؟ الراوتر فاضي مفيش كونفجريشن، هدخل ويب بيج ايه؟ الراوتر لسه مطلعه من العلبه اهو. صح؟ طب ده اكتب فين؟ السيريال لا دلوقتي انا مش واصل جهاز الراوتر ما فيهوش سيريال اصلا دلوقتي. شوف ايدي جاي الراوتر فيه ار جي 45. ماشي انا هفتح جاي اهو. انا وصلت اهو وده وصلت تحت في الكيس اهو كده وصل في الكيس. بص تحت اهو. ماشي هذا السيريال وصل تحت اهو في جهاز في الراوتر. هعمل ايه؟ اعرف ذات سيت بالظبط. محتاج كده سوفت وير يعمل لي اكسس للكيبل ده صح؟ ما انا الكيبل دوت السيريال ده داخل في جهاز الكمبيوتر عندي، يبقى انا عندي السوفت وير يعمل لي اكسس للسيريال كيبل صح؟ مظبوط كده؟ لا مش ممكن تشرح حاجه، ده سيميليشن حاجه ثانيه خالص. عندي فيس اسمه هايبر تيرمينال. هايبر ايه؟ هايبر ايه؟ تيرمينال. السوفت وير ده بجيبه منين؟ هو اوريدي انستولد مع الاكس بي. مع الاكس بي 7 ما فيهوش هايبر تيرمينال خلاص. طب انا بدخل عليه ازاي؟ اول ما تنزل ويندوز عادي في ويندوز اكس بي ستارت اول بروجرامز كوميونيكيشن هايبر تيرمينال خلاص. يبقى ستارت اول بروجرامز كوميونيكيشن هايبر ايه تيرمينال. ممكن الواحد لو عاوز ينزلها على سي تقدر تعمله بالظبط. هو عندي على الديسك توب دلوقتي هوريهولك. خلاص
خلاص كسوفت وير نفسه يعني تقدر تعمله انستول بتاعك هايبر ترمينال. خلاص في مشكله في الكلام ده؟ اول ما افتح كلمه هايبر ترمينال هيفتح لي ويندو بالشكل ده كده. خلاص قبل ما اعمل اي حاجه خالص قبل ما ادخل على الكونفيجريشن بتاعت الراوتر بيقول لي حاجه اسمها البيتس بير سكند. البيتس ايه؟ بير سكند. خلاص يعني ايه بيتس بير سكند؟ الكابل اللي انت مركبه لي في السيريال ده هو مبدئيا قايل لك ان هو كوم 1 صح؟ انت مركب الكلام ده في كوم 1 اللي هو السيريال رقم 1. خلاص معايا؟ الكوم 1 ده هو اللي بيقول لي البيتس بير سكند يعني معدل نقل البيانات ما بين الراوتر والكابل ده كام؟ خلاص؟ المفروض انت هتعمل لي سيتنج على 9600 ده الديفولت بتاعنا. المفروض نعمل ايه؟ 9600 يا اما تقوم جايب من القايمه بتاعت بيتس بير سكند دي خليها 9600 يا اما تقوم عامل ايه؟ كده تلاقي تحت في اليمين كده حاجه اسمها ريستور ديفولتس هيقوم راجعها 9600 اوتوماتيك. يعني اي حاجه انت اخترت 9600 يوم كانت كلمه ريستور ديفولتس اي حاجه ولا لا لازم 9600 مش هشتغل 9600 لان الشيبست معموله كده اقدر اغيرها. يعني ممكن ده في مستوى ادفانسد ان شاء الله هتغير مستوى البيت ريت بتاع الكونسول عشان ممكن تعمل حاجه دي حاجه اسمها اي اس ريكفري مش القصه بتاعتنا دلوقتي. تمام تمام فانا بعملها ايه سيت على 9600 يبقى دي اول طريقه ان انا اكسس مين الراوتر بيه بالكونسول. اول ما اضغط انتر هنا كده هيفتح لي ويندو الكونفيجريشن اللي هنشوفها مع بعض كمان شويه. مش ده الجزء اللي انا عايز اتكلم فيه. يبقى دي اول طريقه كونسول. طب بستخدمها امتى؟ اول ما اجي اعمل كونفيجريشن للراوتر. طب ايه الطريقه الثانيه؟ هي تلنت. كنا اخدنا البروتوكول ده هو التي سي بي اصلا كان بورت 23 صح؟ تلنت كنا اخدناها كنا بنشرح التي سي بي السيشن اللي فاتت وقلنا ان التلنت بيصنف تي سي بي وبورت 23. التلنت ده بيعمل ايه؟ ريموت مانجمنت. ريموت ايه؟ مانجمنت ان انا اقدر اعمل الكونفيجريشن انا قاعد اعملها وانا جنب الراوتر هنا وانا في بيتنا. يعني زي مثلا احنا النهارده في السنتر اهو وانا الراوتر قدامك صح؟ بس الراوتر ده انا عامل عليه شويه كونفيجريشن على كده انا ممكن وانا في بيتي في المنصوره اعمل ايه؟ كونفيجريشن للراوتر ده وانا قاعد هناك. للراوتر ده مش لازم اجي اوصل مش لازم اوصل اسافر المسافه دي كلها وليكن انت في الامارات فرع الشركه في مصر عايز تعمل كونفيجريشن تقوم واخد طياره وشنطتك لا ايوه يعني ما ينفعش صح؟ نفس القصه لو انت في المكتب بتاعك في الدور ال 90 والراك سيرفرز او السيرفر فارم بتاعتك موجوده في الدور الارضي هتاخدها قياسي بقى جاري طالع نزل لا انت تجيب الشرطه احسن تمرين بقى انت نازل ايه تنزل تطلع مرات في اليوم تعمل القصه دي ما ينفعش بالظبط يا مروان انا قلت له شويه سيتنجز ان انا اقدر اعمله بيه اكسس صح؟ ان انا اقدر اوصل له هو لازم اعمل عليه انيبل لبروتوكول التلنت وبروتوكول التلنت لازم يكون له اي بي يعني ما هقول لك مثال انا بص انا الراوتر الشبكه بتاعتي تخيل بالمنظر ده سويتش ولا جهاز الكمبيوتر صح؟ جهاز الكمبيوتر واخد 192 168 11 والراوتر واخد 192 168 11 صح؟ اه مثال بقوم فاتح وانا في جهاز الكمبيوتر كده فاتح السي ام دي اللي هي الران سي ام دي فاتح الكوماند لاين برومبت بتاعتي وقوم قايل له ايه؟ تلنت 192 168 11 اعمل لي تلنت على مين؟ على الاي بي ده. هنعمل عمل دلوقتي ايه؟ هنعمل عمل اه هتلاقي نفسي وانا واقف وانا قاعد على جهاز الكمبيوتر فتح لي شاشه الكونفيجريشن بتاعت الراوتر. يعني اكتب له ثواني تلنت ايه؟ اكتب له ثواني تلنت وراه اي بي الراوتر؟ لا هتلاقي من دي الاول سي ام هو فات قال لك فتح الران يعني مش في الران في السي ام دي اه يعني في السي ام دي خلاص؟ بس لازم قبل كده اكون دخلت مره لازم يكون بريك دلوقتي لازم يكون الراوتر عليه اي بي ادرس صح؟ طب انا مش انا بعمل تلنت بالاي بي اهو صح؟ هوصل هوصل الاي بي ده ازاي؟ الراوتر ده لازم يكون عليه الاي بي. هل انا اديت الراوتر اي بي قبل كده؟ ده لسه جديد. يبقى اول مره تعمل فيها الكونفجريشن لازم يكون بايه؟ بالكونسول لان اصلا مش هقدر اوصل له معلوش اي بي اوصل له اصلا. مفيش ديفولت اي بيز لا لا بعد كده باخد الاي بي خلاص بقى تلنت براحتي بقى اهو. وهناخد النهارده ازاي نحط اي بي ادرس وازاي نعمل تلنت وازاي نعمل كل حاجه. تمام؟ تمام فاهمين الفكره دي كده؟ فاهمين اصلا كونسبت التلنت ايه؟